بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بحضراتكم وحلقه جديده واحد من الناس في رمضان. مساء الفل يا رجاله، اخباركم ايه؟ الحمد لله كله كويس. تمام. طب الحمد لله. زي ما حضراتكم عارفين احنا برنامج واحد من الناس كل يوم بننزل في رمضان بنروح لعمال مصر جمال اللي انا بقول عليهم اجمل ناس في مصر، بنشوفهم وهم بيشتغلوا في مواقع الانتاج ونقول لهم شكرا، كتر الف خيركم اللي بتبنوه وبتشيدوه في مصر. النهارده عايزين تروحوا فين؟ او عارفين هنروح فين؟ لا مش عارفين. ده طب احنا النهارده هطلع على محافظه الغربيه، في هناك مشروع اعمال رصف طريق في سندباست بزفته، نروح نبص على العمال اللي هناك، ايه رايكم؟ يلا يا دكتور يلا بينا. ماشي يلا اطلع على الغربيه. عارف الطريق على طول؟ يلا بص بقى، ناخد الطريق اللي منها الحر ها، وبعدين ننزل على الطريق الزراعي. اوكي على الغربية. المشروع ده الحقيقة بيسهل الوصول للأهالي إلى مجمعات الخدمية والزراعية والحكومية ومركز طب الأسرة اللي موجود هناك ومركز التأهيل بالقرية اللي تم إنشاؤه من خلال مبادرة حياة كريمة. مشروع مهم أوي الحقيقة يا جماعة، يعني بيسهل على الناس أمورهم. أنا الخريطة مدياني شمال اللي جاي عمرو كده، خد شمالك كده. تحبوا نسأل كده يا جماعة في السكة عشان ما ننتوهش؟ وقفنا عند الراجل ده كده. السلام عليكم، صباح الخير. مشروع طريق سندباست فين؟ مشروع طريق سندباست كده على طول. صباح الفل. صباح الفل، رمضان كريم عليك. رمضان طيبين. صباح الفل. المشروع كويس ده؟ احلى مشروع. طيب هنبص عليه. بص يا سعاده الباشا وعاين كده وشوف. هروح ابص دلوقتي على طول كده. لو انا ماشي زي ما انت ايه تقريبا مفيش بتاع 400 كيلو. شكرا جزيلا، صباح الفل. مشروع طريق سندباست فين؟ صباح الفل. صباح الفل. فين انت طريق سندباست؟ اهو هنا يا باشا، انا هنا. طيب خش كده. احنا وصلنا هنا، خلينا ننزل هنا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أتعرف بحضرتك. مهندس مستوى الفوق. منين؟ كفر الشيخ. كفر الشيخ. جاي تاني في الغربية. أهو جايين بنعمر بلدنا. إيه. بتعملوا هنا إيه يا باشمهندس؟ إحنا هنا شغالين طريق اف دي ار للطرق، رفع مجمع الخدمات. الطرق بتاعته قرية سندباست. بطول 3 كيلو 800 بتكلفة 21 مليون. ما شاء الله أنت حافظ التكلفة كمان، برافو عليك. متجوز؟ لا لسه. طب يلا شد حيلك بقى. إن شاء الله. تعرف بحضرتك. أحمد السيد. شاري يا أحمد. مساء الخير. منين؟ من البحيرة. من تل بارود. قرية نكر العين. رمضان كريم عليك. في أولاد؟ لا لا لسه متزوج. إن شاء الله. تعرف بحضرتك. مهندس سليم محمد توفيق. منين؟ من المنصورة. أهلا بيك. تعرف بحضرتك. محمد كمال دحرود. منين؟ تل بارود بحيرة. شاري يا محمد. مساء. عندك أولاد؟ لا لسه والله، في الطريق إن شاء الله. أنت منين أساسا؟ من نكل عنابي تايل بارود. أهلا وسهلا. تعرف بحضرتك؟ عاطف كمال إيش. منين؟ تايل بارود. تايل بارود؟ أهلا وسهلا. عندك أولاد؟ عندك مين ومين؟ عندي محمد ورنو. إيه في سنة كام؟ تاني إعدادي ورابع ابتدائي. ربنا يخليكم. عايز تقول لهم إيه النهارده؟ ربنا يخليكم ليا وما حنمنيش منكم أبدا. وربنا يفرحك بيهم إن شاء الله. تعرف بحضرتك؟ أحمد محمود. منين يا أستاذ محمود؟ نكل عنابي تايل بارود. أهلا وسهلا يا حضرتك. تعامل هنا. اهلا وسهلا. الله يخليك. حبيب سعد ايه؟ عبد السلام. انا شغال سواق خلاص. اسم حضرتك ايه؟ عبد السلام السيد بسنة مساح. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. انتوا كلكم لابسين كمامات كده ليه؟ في ايه؟ محمد عبد الله. ها؟ انا عشان اسمنت؟ طال بارود برضه بحيرة. سعد ايه حضرتك؟ سواق عربية. ربنا يوفقك. حضرتك عارف مين؟ محمد غراب. منين؟ من طال بارود. سعد ايه حضرتك؟ سواق جراح. في اولاد؟ الحمد لله معايا جزء يعني. عندك كم سنة؟ 7 سنين و6 سنين. ما شاء الله ربنا يخليك.
بتقول يا رب كده على الفطار نفسك ايه ولاولادك ايه؟ يا ربنا يسترها علينا جميعا. ربنا يفرحك بيه. امين. عرف بيك. سلام السيد محمد لما. سيد يا حضرتك. حامل هنا. حضرتك؟ احمد حديد زهير. منين؟ من نكلة هنا ببر بيت البرو. سيد ايه؟ عامل. ايه بتعمل ايه؟ شغلنا على المكنة. على المكنة؟ اه. ما شاء الله. اولا كل سنة طيبين ورمضان كريم عليكم. احنا الحقيقة جايين اولا نقول لكم رمضان كريم. وسعداء جدا بحضرتك كلكم. ويعني وانتوا انا بقول على عمال مصر هم اجمل ناس في مصر فربنا يحفظكم لمصر وانتوا بتعملوا مشروع قومي مهم جدا بس احنا قلنا بقى ايه نقول لكم كمان كل سنه طيبين ونسلي سامكم كده 10 دقايق ببعض الاسئله والفوازير بتحبوا الفوازير وفي جوائز لطيفه يعني ان شاء الله شدوا حيلكم بقى يلا السؤال الاول متى بدا الدوري بطوله الدوري المصري يا سلام يا سلام جبتها لوحدك كده دي ولا ايه طيب الف مبروك الف جنيه ده من واحد من الناس اللي جاوب ما جاوبش تاني ها تخش معاهم يلا خش معاهم السؤال الثاني مين اول فريق فاز ببطوله الدوري المصري لا الاسماعيلي مين اكيد لا الاهلي المصري الاهلي متاكد مش الزمالك الاهلي ها طب تعال مبروك ألف جنيه واحد من الناس طيب السؤال الثالث مين أكتر منتخب فاز بكأس الأمم الإفريقية مصر أنا قلت الأول بس أنت قلت الأول خلاص يا عم ألف جنيه زي واحد من الناس اتفضل السؤال الرابع كم مرة فازت مصر بكأس الأمم الإفريقية سبع مرات سبع مرات سبع مرات أول واحد جاوب صح تعالى ألف مبروك ألف جنيه واحد من الناس طيب مين الدولة اللي أسست كأس الأمم الإفريقية؟ مين الدولة اللي أسست كأس الأمم الإفريقية؟ مين الدولة اللي أسست كأس الأمم الإفريقية؟ كاميرون ها؟ مصر ها؟ مصر تعالى ألف مبروك ألف جنيه واحد من الناس طيب مين اول نادي بيفوز ببطوله كاس مصر ألف مبروك مبروك فيك يلا كم مرة تأهل منتخب مصر لكأس العالم؟ مرتين اللي جاوب ما جاوبش قبل كده تعال ثلاث مرات مبروك ألف جنيه من واحد من الناس مين هم أبطال فيلم سلام يا صاحبي؟ تعال ألف مبروك متى تأسست اللي جاوب قبل كده ما جاوبش تاني متى تأسست بطولة كأس مصر 1922 مبروك الله يبارك برافو عليكم لا سقفوا له بصراحة لا لا بس إجابة صح يعني مظبوط انا بهنيكم على الشغل الجميل اللي انتوا عاملينه هنا وان شاء الله نيجي بقى لما الطريق ينتهي وربنا يوفقكم جميعا وكل سنه طيبين رمضان كريم عليكم ان شاء الله واحنا جايين من القاهره بس عشان اقول لكم رمضان كريم وشدوا حيلكم انتوا اجمل ناس في مصر تأمروني باي شيء طيب سلام عليكم زي ما حضراتكم شايفين مشروع جميل بيقوم بيه اجمل ناس في مصر اجمل ناس في مصر اطلقت عليهم من اول رمضان عمال مصر هم دول اجمل ناس في مصر اللي بيبنوا وبيشيدوا وبيعمروا عشان خاطر بلدهم تكبر وتكبر وتكبر وتعلى ان شاء الله باذن الله. ربنا يحفظهم لمصر ويبارك في اسرهم ويحقق لهم امنياتهم كلهم اللهم امين.